السلام عليكم ورمضان مبارك عليكم جميعا. متحدثكم الدكتور حيدر الرحمن داود، جامعة فرات الأوسط التقنية، كلية تقنية مسيب، قسم هندسة تقنيات المكان والمعدات. المحاضرة اليوم خاصة بمادة المشين ديزاين للمرحلة الرابعة، الكلاس كود بالنسبة للجوجل كلاس روم مبين في أسفل السلايد. اليوم راح نتحدث عن موضوع السكرو جوينتس أو الثريدد فاستنرز بشكل تفصيلي، ما له وما عليه، والفورسز اللي يتعرض لها والجهادات اللي يتعرض لها. اللكتشر اوت لاينز الخاصة بالمحاضرة راح نحكي مقدمة introduction، بعدين ناخذ الفورمز اوف سكرو ثريد اشكاله، بعدين ثريد ستاندرز اند ديفينيشنز المصطلحات الخاصة به وتعريفاتها، بعدين ناخذ الديزاينيشن اوف سكرو ثريدز. لاحقا راح نتطرق الى الستريسز ان سكرو فاستنينج ديو تو ستاتيك لود، الجهادات اللي تعرض لها المسنن نتيجه الضاب فاستنينج الضاب تحت تاثير العمل الاستاتيكي. بعد ذلك راح نتطرق الى الستريسز ديو تو اكسترنال فورسز اللي هو الجهادات نتيجه الحموله الخارجيه، بعدين راح نحكي على ديزاين اوف سلندر كفرز بولتس اللي هو تصميم الكفرات الخاصة بالأسطوانة مثل الكفر محرك السيارة والبريشر فيزل. أخيرا راح نتطرق للبولتد جوينت أندر إكسنتريك لود، وهذا الشق الثامن يختلف عن الشق الخامس والسادس، لأن طبيعة التحميل اللي تعرض للبراغي تختلف تماما عن ما راح نتطرق له في 5 و6 و7، وهذا إن شاء الله راح نشرحها بشكل تفصيلي ضمن المحاضرة. أول شيء بالمحاضرة راح نحكي على هذه مقدمة خاصة بالسكرو. نقرأ سوية. Screw joint is merely composed of two elements, i.e. a bolt and nut. يعني بشكل عام يتكون السكرو joint من جزئين، البولت والنت. هسه راح نشوف اشكالها بعد شوي. فالسكرو joints are widely used where the machine parts are required to be readily connected or disconnected without damage to the machine or the fastening. شنو يختلف السكرو جوينت عن الريفيت جوينت؟ بالسكرو جوينت يعني احنا ممكن نسوي disconnecting، بالريفيت جوينت حتى نسوي disconnecting لازم نسوي machine off، بينما بالسكرو جوينت ممكن نسوي disconnecting بالذات بالامور اللي تحتاج صيانه مثل الكارويل، نسوي له ديسكونكتنج حتى نسوي له مينتنس وهكذا. بس بالريفت لا، لازم نسوي ماشين اوف، حتى نسوي ديسكونكتنج بين التو ماشين بارتس. This may be for the purpose of holding or adjustment in assembly or service inspection، مثل ما حكينا للصيانه repair صيانة لل service inspection للفحص، or replacement للتبديل، or it may be for the manufacturing or assembly reasons. اشكال السكرو هواي، كلش هواي، راح نتطرق لها واحدة واحدة. ما يسمى بالبولت، البولت بشكله الشكل البسيط اللي هو ال threaded fastener is designed to be used with the nut، اللي هو البرغي او المسنن يكون يا هذه عندي البليت نمبر 1، هذا البليت نمبر 2، واكو درلينج يسوي هول، والهول راح يكون عندي السكرو جوينت موجود، فعندي السكرو وعندي النت، هذا نسميه بولت. التسمية الثانية اللي هي السكرو، threaded fastener intended to be mated with either a performed or self-made internal threads. بالعادة يكون الجزء الثاني من المشين إليمنت يكون التسنين يكون بداخلي، تلاحظ هنا عندي جاب بينما التسنين يكون بالقطعة الثانية، هذا يختلف عن هذا. هذا عندي هول all the way through يعني مثقوب للنهاية، بينما هذا لا، المنطقة التسنين تكون بداخل، هذا نسميه سكرو، منطقة التسنين تكون بالقطعة الثانية، ما عندي نتي هنا. النوع الثالث اللي هو الستيد،
الاستاد كلش مألوف بالمحركات مال السيارة، يعني كلش مألوف. لو عندك قطعة مشين إليمنت ويكون المسنن جزء منها مسنن، الاستاد هو هذا. اوكي، هنا أنا عندي كليرنس، هذه هول، والجزء العلوي هو اللي يكون به النت. ما عندي هنا اسمه سكرو هيد، ما موجود. يعني هيدلس ثريدد فاستنر، شوف ما بي هيد، هذا يختلف عن هذا ويختلف عن هذا. ثريدد اون بوث اندز، من جهتين ما بي هيد. وذان انا ثريدد بودي، منطقة بتكون غير مسننة، ان ذا ميدل، بالعادة تكون بالوسط. سكشن اور ثريدد فروم اند تو اند، هو مسنن من البداية للنهاية حسب الديزاين. It's used with two nuts or with one nut and tapped hole. استد بالعاده احنا يعني نشوفه بالويل ما سياره، ايضا بالانجنز يكون موجود. اوكي، فهذه التسميات الثلاثه اللي هي متعارف عليه، هي هوايه، بس اللي احنا راح نتطرق له هي البولت والسكرو والاستد. بهذا الجزء راح نحكي على الفورمز اوف سكرو ثريد، اللي هي يعني التصانيف العالمية لها ثمانية. أول نوع هو يعتمد على التصنيف العالمي ويعتمد على شكل السن. فيما يخص شكل السن ينقسم إلى قسمين، عندي الفي ثريدد وعندي السكوير ثريدد. من اسمها الفي ثريدد يكون شكل السن على شكل حرف في، والسكوير يكون السن مربع. هسه راح نشوف صورهن ونشرحهن واحدة واحدة. فيما يخص النوع الاول according to سكرو ستاندردز، النوع الاول هو البريتش ستاندرد ويذ وورث ثريد، يكون شكله هذا. احنا راح نتعرف على اشكال، بس الدايمنشنز يعني مو كلش راح نتطرق الى هذه، يعني اخذناها هذا بموضوع الرسم الهندسي بصف ثاني، الرسم الميكانيكي. نعم. النوع الثاني اللي هو البريتش اسوسيشن ثريد، هذا الفرق عندي بالاتش، ارتفاع السن، بالبيتش، بالدايمنشنز الباقي. اوكي، النوع الثالث هو الامريكان ناشونال ستاندرد ثريد، هذا فرق بالدايمنشنز، يعني يشوف هنا الاتش يختلف عن هذا يختلف عن هذا. النوع الرابع اللي هو اليونيفايد ستاندرد ثريد، شوف لاحظ كل هذه الاشكال، السين هي تعطيك شكل حرف V تقريبا. نجي على الجزء الثاني اللي هو سكوير ثريد، من 5 إلى 9. سكوير من اسمه سكوير ثريد، يعني شكل السين يكون مربع. النوع السادس اللي هو الاكمي ثريد، وهذا راح ناخذ التيبلز مالتي ضمن هذا الشابتر. للتذكير انه الشابتر الخاص بهذا الموضوع هو شابتر 11 من الكتاب المنهجي اللي هو ماشين ديزاين باي خورمي، السكرو جوينتس. اوكي، النوع السابع اللي هو الكانجل فريد، لاحظ شكلها يعني موفي. يعني النوع الثامن اللي هو البوتروس فريد، هي يعني اذا كملناها يعطيني حرف بس هو يكون مقطوع من الاعلى. والنوع الاخير هو الماتريك ثريد، النوع التاسع. ايضا هاي الجهه تعطيني السكوير ثريد، هاي الجهه تعطيني البي ثريد. فيما يخص الثريد ستاندردز اند ديفينيشن، شنو الابعاد المهمه اللي تهمني بهذا الشابتر؟ يهمني يعني هم تو باراميترز، هي الميجر دايمتر والماينر دايمتر، الدي اللي راح نرمز له دي او دي كور. الميجر دايمتر is the largest diameter of an external or internal screw thread. The screw is specified by this diameter. عادة ما البرغي يعرف بالقطرة، مثل ما راح نشوف بالتسميات مال البرغي. It's also known as outside or nominal diameter. هذا القطر الخارجي ممكن نسميه النومينال دايمتر او الميجر دايمتر. طبعا هذا مسنن خارجي وهذا مسنن داخلي، فممكن نسميه نومينال ممكن نسميه الميجر دايمتر. فهذا هو الدي، هذا هو الدي سمول.
الماينر دايمتر اللي هو الديكور او الكور دايمتر is the smallest diameter of an external or internal screw. Right, it's also known as core or root diameter. الكور لو نلاحظ هنا بالرسم هذا الماينر دايمتر اللي هو اصغر قطر، يعني من يوصل عندي التوب، عندي القمة السن، وعندي الوادي مالتي الفالي، فمن يوصل أقل ارتفاع له بين النقطتين نسميه هو الماينر دايمتر اللي هو أقل قطر للسكرو، بين الماجر دايمتر والماينر دايمتر. المصطلح الثالث هو الليد، اللي هو ايش قد يتحرك السن مسافة لما أفر one rotation clockwise or anti-clockwise. فيما يخص الباور سكرو هذا إن شاء الله اللي أخذناه بصف ثالث، كان الليد يساوي البيتش إذا إنه عندي single start threads، و twice من البيتش إذا double start، و third أو triple من البيتش إذا كان عندي triple start، يعني 3 مرات بقد البيتش أو مرتين أو مرة واحدة يمشي السن. كم سنة يمشي عندي حسب الليد. هذا ما كلش راح نحتاجه بالحسابات يعني، بس بالباور سكرو كلش مهم. البيتش دايميتر هو بالعادة يكون مجموع الميجر دايميتر والديكور مجموعين على 2. البيتش is the distance from a point one on one thread to the corresponding point on the next، يعني المسافة بين نقطتين مشابهة على السن. يبقى مصطلح الكريست، كريست اللي هو التاج، الروت، الجذر، حكينا قبل شوية، الديبث اوف ثريد اللي هو عمق السن، الفلانك، هذا عندك الفلانك اللي هو هذا المسافة جزء مايل ما بين الكريست والروت، الانجل اوف ثريد اللي هو الزاوية اللي يميل بها السن، اوكي، والسلوب اللي هو الميلان، it's half of half the pitch of the thread. هذه هي معظم المصطلحات الرئيسية فيما يخص السن. نجي على designation of screw threads according to the Indian standard. طبعا حسب الكتاب المنهجي خورمي size مال screw يعرف على size مال screw بشكل كلش بسيط. يسمي السن باستخدام الميجر دايمتر والبيتش، يعني اذا قلنا ام طبعا باستخدام حرفين followed by حرفين اللي هو كابيتال متبوع بالميجر دايمتر on the pitch، يعني اذا قلنا الام 12 في 1.75 يعني الام 12 هاي اللي بعد الام هي الميجر دايمتر، يعني الدي مو الديكور مضروب في البيتش 1.75، اوكي مضروب في 1.75، اوكي. تيبل 11.1 يعطيني الديزاينيشن اكوردنج تو ذا انديان ستاندرد خاصه بال هذا الجزء من عنده خاص بالكورس سيريس اللي هي تستخدم الحرفين بالبدايه. وهذا التيبل عندك متوفر بالكتاب المنهجي، يعني اذا رحنا للكتاب المنهجي قلبنا به شوية شباب، اوكي، بالكتاب المنهجي هذا التيبل موجود بصفحة 387. هذا الجزء الاول اللي احنا نخليه بالمحاضرة، وبجزء ثاني يعني للتوضيح بجزء ثاني يخلص للام 39 في 3 هذا البيتش. طبعا مثل ما ذكرنا العمود الاول ب يخص الميجر دايميتر، يعني تقدر انت ببساطة شو تسوي هنا، تقدر شو تسوي، هذا هو الام هو الميجر دايميتر، تقدر تخلي هنا دي، هاي البيتش، هذه الميجر اور نومينال دايميتر، شوف الدي او دي كابل، لاحظ ان هنا عندك 0.4، هنا عندك 0.4، وهذا هنا عندك 0.8 وهكذا 1.4 1.4، فهذا هو العمود ونفس هذا العمود بس هنا عندي حرفين. اوكي effective or pitch diameter dp
الماينر اور كور دايمتر اللي هو الدي كور، هذا للبولت وهذا للنت، ميز بيناتهم ما مساويات. الدبث اوف ثريد عمق السن والستريسيري ايضا موجوده هنا، اوكي ايضا متوفره هنا. هذه خليها ببالك يعني، شوف وعدك خليها ببالك. طبعا السن يتعرض الى لود كثير، وغير هاي الغايه من استخدامه يعني الروبوت تو ماشين بارس. وطبيعة الحال اللي الماشين بارس من يتعرض الى لود راح يتولد به ستريسز، بس اول ستريس يتعرض له البرغي هو نتيجة الفاستنينج ديو تو ستاتيك لود. يعني وانت تضرب بالسن، شوف هاي ثلاث انواع، اول جهاز يتعرض له السن هو الانيشال ستريسز ديو تو سكروينج اب فورسز، نتيجة الضرب الضب الابتدائي اللي يضب به البرغي. هاي اول شيء يتعرض له سن، اوكي. وهذا راح يتقسم الى اكثر من نوع. اول اجهاد يتعرض له البرغي نتيجه الضب هو تنسال ستريس ديو تو ستريتشنج اوف بولت. ستريتشنج وانت تضب السن يصير بستريتشنج، يعني نوع من المط او الاستطاله. بشكل كلش بسيط، البي انيشال اللي يتعرض له البرغي اللي يتعرض للبرغي شو يساوي؟ 28,040 او 2840 مضروب في الدي، هذا للتايت جوينت، و 1420 مضروب في الدي، هذه الدي التي نسوي النومينال او ميجر دايمتر فور نون تايت جوينت، حيث ان البي اي هو الانيشال تنشن ان ذا بولت، شد الابتدائي بالبرغي، اوكي. والدي كابيتال هو النومينال دايمتر اوف ذا بولت. ماكسيمم سيف اكسيال لود، امن حمل يتعرض للبرغي نتيجه الشد الابتدائي او سكروينج اب، هو البرنسبل ستريسز في ستريس اري. الستريس اري الجهاد المسموح به سيجما تي في ستريس اري. الستريس اري هي باي على 4 بالعاده دي كور سكوير، بس اذا دي بيتش موجود نجمعها مقسوم على 2. اذا هذا ما موجود يهم لي دي بيتش، اذا ما موجود يهم لي. وخلينا نرجع لورا شويه، لو تلاحظ انت بالتيبل هذا عندي ستريسري هذه موجودة، تريد تحسبها تريد تريد لا، يعني اذا ديبش كان ما متوفر فالمساحة ستريسري نحسبها من الديكور فقط. ليش الستريسري هنا مقطع دائري؟ السبب بسيط، لأن السين أوكي البولت أو السين إذا أخذنا مقطع بي في الكروس سكشن إيري هذي تعطيني شنو دائما مقطع دائري. فإذا دي بيتش مهمل في هذا المقطع هو ناخذ أضعف مساحة وأقل مساحة تعطيني أعلى ستريس، فناخذ ديكور. هاي الفكرة، أوكي. الدي بيتش هو البيتش دايمتر، والديكور هو الكور أور ماينر دايمتر. النوع الثاني اللي من الإجهاد اللي تعرض له السين هو التورشن ستريس. هاي نمسحها، اوكي. التورشن ستريس نتيجة الضرب راح يصير عندي يتولد اجهاد خاص بالبرغي caused by the friction resistance of the threads during the tightening. وانت تضرب بالبرغي اثناء عمليه الضرب راح يتولد نتيجه الاحتكاك، قوة الاحتكاك او مقاومة الاحتكاك بين الاسنان والنت، راح يتولد عندي التورشنال شير ستريس اللي هو تي في ار على جي. بما انه هو المقطع دائري مثل ما حكينا، ناخذ الديكور فالجي كوم باي على 32 ديكور اس 4، و
والار هو دي كور على فين، اذا رتبناها راح نحصل على المعادله اللي مالوفه عندنا، هي 16 تي على باي دي كور تكعيب. التاو هو التورشنال شير ستريس، والتي هو التورك ابلايد، والدي كور هو الماينر اور كور دايمتر اوف ثريد. الجهاز الثالث اللي تعرض له البرغي نتيجه الضب الفدائي هو الشير ستريس اكروس ذا فريس. الشير ستريس هذا مو التورشنال، الجهاد الخاص اللي يسوي لي دامج بالاسنان نتيجة الشير. اوكي، عندي نوعين للبولت وللنت، اللي هو بي اللود، بي هي اللود على باي ديكور في البي ان. فيما يخص النت نفس المعادلة هذه، بس مكان ما نخلي ديكور نخلي الدي، فهذه التاو اس للسكرو وللنت. الكمبريشن او كراشنج ستريس التحطيم، سيجما سي اللود على باي في دي اللي هو النومينال دايمتر تربيع ناقص دي كوتر تربيع مضروب في الان. شنو ذن الرموز؟ الدي كاتل هو الميجر دايمتر، الدي كور هو الماينر دايمتر، ولان هو نمبر اوف فريس ان انجيجمنت، والبي هو البي هو الويث اوف ثريس سكشن اللي هو عرض عرض مقطع السن. هذا نشوفه بالامثله ان شاء الله. البندنج ستريس اللي هو ممكن يكون تعرض السن الى حاله السن يصير ببندنج، بندنج ستريس. طبعا هذا يعتمد على طول السن. اوكي، يعني السن ممكن يصير بشنو، يصير ببند. اوكي، هذا مسن عندي، هذا ما كلش راح نتطرق له هواي، يعني اطلعوا عليه بس ما كلش راح نتطرق له هواي، يعني اوت اوف سكوب اوف ذس سبجكت. هذه كلها تصير نتيجة السكروينج اب الاجهادات الخمسة هذه، بس نتيجة الضب الابتدائي فقط. نجي على النوع الثاني من الاجهاد اللي هو يتولد نتيجة القوى الخارجية stresses due to external forces فقط. كم نوع من الجهاد يتولد عندي نتيجة القوى الخارجية؟ عندي التنسايل ستريس، التنسايل ستريس اللي هو جهاد السحب، جهاد السحب هذا عندك المسنن. اوكي، بشكل بسيط هذا المسنن، واللود ايش بيه؟ الدي بي اللي يتعرض الى تنشن. مساحة المقطع هنا أنا قلنا دايري، وعرض الدايمتر مال هذه هو ديكور، مساحته باي على الاربع ديكور تربيع. اذا رتبناها راح يصير ببساطه سيجما تي يساوي اللود على المساحه وسطا بطرفين، احصل على هذه اللي هي ديكور تحت جذر 4 بي على باي سيجما تي. وهاي الرمز كلها تطرقنا لها، خلي ببالك البي هنا هي الاكسترنال فورس مو البي انيشال. اذا كانت الاكسترنال لود تيكن باي ذا نمبر اوف بولتس، اذا عندي عدد من البراغي، كل اللي اسويه اني اضرب في عدد البراغي هنا لين. النوع الثاني من الاجهاد اللي هو الشير ستريس اللي تعرض للبرغي بنفس الطريقه هنا هذه، بس بمكان ما عندي سيجما تي عندي شنو، عندي تاو، وايضا عدد البراغي يكون موجود عندي بالحساب اذا كان عندي اكثر من برغي. اذا رتبناها وسطا في طرفين راح نحصل على معادله تشبه هذه بالضبط، معادلة هذه المعادلة الخاصة بالتنشن تشبه المعادلة الخاصة بالشير. تقدر هنا نضيف عندك ان حتى ندخل عدد البراغي ايضا بالحسبان. نعم، اذا عندي الجهاد الثالث اللي هو ستريس due to combination of stresses at A and B اللي هن الابتدائي نتيجة الضرب والنتيجة القوى الخارجية. The combined of tension and shear stresses، شو الطيني هذه؟ ما طول عندي هذا هنا دخلنا موضوع ال compound stresses اللي اخذناه بصف الثالث. التاو ماكس شو الطيني؟ نص تحت الجذر سيجما تي تربيع زائد 4 تاو تربيع. والماكسيمم برنسبل ستريسز نفس هذا الجزء خاص، هذا هو التاو
مثل ما نعرف هذه هو التاو ماكس. اوكي زائد السيجما تي على 2. هاي المبادئ مال برنسبل ستريسز. هذه نجي على الاجهاد ستريس ديو تو كومباوند فورسز، وهذه كلش مهمه خاصه في موضوع ال ال السلندر سلندر كفر كلش مهمه، اللي هي شو تساوي هذا. In order to determine the resultant axial load P on the bolt, the following equation may be used. هذا كلش مهم بموضوع السلندر بولت، راح نشرح ان شاء الله بالامثله اللي جاي. انه هو اللود الخارجي الاكسترنال لود شو يسوي؟ P1 اللي هو الانيشال تنشن due to tightening of the bolt، اللي هو الشد اللي ناتج عن ضب البرغي بالبدايه اللي شرحناه نتيجة الستاتيك لود، زائد A على 1 زائد A في الـ P2. الـ P2 هو الـ external load on the bolt، القوة اللي جايتني من القوة الخارجية. هذا باراميتر يعني ممكن نختزله بحرف K، فتحول عند المعادلة P1 زائد K على P2. اللي هو الratio of elasticity of connecting parts to the elastic elasticity of the bolt. K هو فاكتور، والفاليو مال K يعتمد على نوع الربط، مثبته بجدول 11-2 اللي عندك بالكتاب، اللي عندك بالكتاب يعتمد على نوع الربط. يعني اذا يعطيك اياه بالسؤال ناخذ ضمن هالرينج، اذا ما ذكر نعتبره سوفت باكينج وذ ستاتس، ناخذ ال K هو واحد اذا ما ذكر عندك بالسؤال. وهذا راح نشوفه بالامثله ان شاء الله. فيما يخص الديزاين اوف سلندر كفرز بولت، هذا راح نتطرق له بعد ما نحل امثله خاصه بالجزء الاول، يعني راح نشرحها وبعدين نرجع نشرح نحل مثال عليه حتى نفتهم القوانين الخاصه به، وبعدين نحل مثال عليه حتى نفتهمه بشكل اسرع. فيما يخص الجزء الاول راح نحل امثله حتى نشوف هالقوانين اللي اخذناها شلون نستخدمها. Example 11-3 اللي هو مثال الثالث في chapter 11 بالكتاب وايضا بالمحاضرة عندك موجود. An eye bolt، ليش يسموه eye bolt هذا؟ لان هو شكله شكل العين. هذا كلش مألوف بالانجنز بالالكتريكال موتورز، اللي يكون ضمن الفريم مال المطار حتى امكانيه سهوله حمله من الاعلى. Is to be used for lifting load of 60 كيلو نيوتن، هذا استخدمناه حتى نرفع بلود مقداره 60 كيلو نيوتن. Find the normal nominal diameter of the bolt، يريد منك الـ D، if the tensile stress is not to exceed 100 ميجا باسكال. هذا جهاد السيجما تي مسموح به ما يتجاوز ال 100 ميجا باسكال. اسيوم كورس فريس نوعية الاسنان، هذه نحتاجها على مود التيبل اللي حكيناه بالسلايدات اللي راحت. نعرف ان الدي هو نومنال دايمتر، ودي كور هو الكور دايمتر اوف ذا بولت. هذا جهاد سحب عادي، يعني القوة الخارجية. هسه لو نرجع بالسلايدات اللي ورا شوي، نرجع هذا السؤال ينحل بهالطريقة هذه. يعني عندي اللود وعندي ستريس، ما عندي برغي واحد، فنقدر نحسب الديكار منه. هذا اللي سويناه هنا، هذا اللود الخارجي 60 في 10 6000 يعني كيلو نيوتن حتى نحول النيوتن. ديكور مجهولة سيجما تي عندي، نطلع منها الديكور، يعني نبسط ديكور يطلع 27.6 مليم. هذا 27.6 هاخذه واروح التيبل 11-1. اوكي خلنا نروح للتيبل ونشوف. هذا التيبل مالتي. اوكي ندور بالديكور، الديكور خلي بالك الديكور هو العمود العمود
الخامس والسادس. بما انه بولت فهو الخامس، بما انه بولت فهو العمود الخامس. تمام، هذا الديكور. زيد انا حاسبه لا تنسى هذا بالمليم. زيد طلع لنا بالحل 27.6. تمام 27.6. فندور هنا بالعمود الخامس الخاص بالبولت 27.6، عندي 25.7 وعندي 28، هو بيناتهم. فدائما ناخذ اقرب اكبر رقم، فراح ناخذ 28 اللي قابله هنا بهذا العمود. شنو الام 33، هذا هو الميجر دايمتر 33. تمام، هسه لو نرجع لهذه انه بالاعتماد على التيبل هذا ماكو شيء اسمه 27، اكو 28.706 ستاندر، اذا ناخذ دي هو 33. هذا مثال بسيط جدا يعني. نجي على المثال الثاني اللي هو كلش بسيط ايضا، والحل مالته ايضا مباشر يعني بنفس الاسلوب، بنفس الاسلوب راح اعوف عليك هذا تقراه ان شاء الله، واذا كو عندي عندك اي اشكال انا موجود. فيما يخص الجزء الاول من موضوع السكرول الخاص بالاجهاد نتيجه التايتنج اب او الاكسترنال فورس، اخذنا عليه امثله بسيطه. بالمحاضره القادمه ان شاء الله راح نحكي على موضوع السلندر كفر والقوانين الخاصه بها، ونهل عليه مثال ايضا. يبقى لنا موضوع الاكسنتريك لود اللي على السكرو، ايضا هم راح نتطرق له ان شاء الله بالمحاضره القادمه. انا اشكر اصغاكم، واي استفسار انا حاضر. متحدثكم الدكتور حيدر الرحمن داود من جامعه الفرات الاوسط التقنيه كليه تقنيه مسيب قسم هندسه تقنيات المكان والمعدات. شكرا لاصغاكم.